الخبر المثير في عالم النجوم، طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت، امرأة جميلة ورجل وسيم. وهذا الوسيم صاحب مغامرات عاطفية لا تنقطع في عالم هوليوود. وبعد الانفصال الأخير استحضر المصريون تجارب غرامية من وسطهم الفني. المطرب الراحل محرم فؤاد كان الأكثر مقارنة مع غراميات براد بيت. المطرب المصري غير الوسيم تزوج 7 مرات من المشاهير. بين النساء 7 كانت هناك ميرفت أمين في زهرة شبابها كما يقال. فنان مصري آخر ولكنه وسيم هو رشدي أباظة، تزوج 12 مرة، كانتا منهم الراقصتان تحية كاريوكا وسامية جمال، وكذلك زواج ليوم واحد من اللبنانية صباح. الوسيم الآخر حسين فهمي تزوج 6 مرات، وبين 6 ميرفت أمين أيضا. زواجات تحت الأضواء وطلقات خلفها، لكن قصة أشهر ثنائي لا تزال تحت المجهر. سماح السيد، العربية.